معاك ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم على برنامج اسمه فورس ايفكت. ده كويس للمهندسين الانشائي ان هو بيعمل التحليل للمبنى. فمثلا بفتح البرنامج اسمه فورس ايفكت ده من برامج اوتوديسك، بيشتغل على التابلت. تمام، دي شويه حاجات، في حاجات انا عاملها، في حاجات موجوده من الشركه. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز صوره جديده كاميرا، واروح مثلا عامل المبنى. تمام، هذا صورة المبنى. ماشي، ممكن اجي بعد كده اقول له انا عايز اعمل تحليل المبنى اهوت، بحدد المقاس بتاعي. ممكن بعد كده اغير المقاس واحط مثلا اهيت. ماشي، وابدأ احط الاوزان بتاعتي. واقدر اعدل فيها زي ما انا عايز. واكتب الفاليو بتاعتي. اوكي تمام، وبعد ما اخلص خالص بقول له ايكوال، هات لي المعادلات بتاعتي. فبقول لي ان هو جاب لي الريزولت والالمنت اي بي، وجاب لي في الاخر الدياجرام بتاعي. تمام، دي طبعا عشان انت كنت تقعد تعملها مانيوال او تعملها باي برامج، برامج تانية كان بياخد وقت. ده لا، معاك على التابلت وتقدر في اي وقت تحلل اي منشأ انت عايزه. تمام، يعني مثلا ده مثلا كان في بيت، خدنا حتة كده معينة وبدأنا نحسب الفرص وخدنا الاحمال بتاعتنا وجابها، وبعد كده عملناها يدوي طلعت الارقام تقريبا متشابهة. حتى مثلا في عجلة هنا مثلا هو حاططها في قلب النموذج. تمام، بتلاقي ان هو بيحلل هنا وهنا، هي دي الحاجات الارتكاز عليهم، وده هنا الوزن هنا بقى موجود. هتلاقي كل الحاجات مظبوطة. اتمنى تجربوا البرنامج واتمنى ان هو يعجبكم.